بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد حل تدريبات كتاب التأسيس السليم على الدرس الثاني، مساحة المربع والمستطيل وربطه بالمحيط. الرسمة دي رسمة ايه؟ الرسمة دي رسمة مستطيل لأن طوله مش قد عرضه. طب ازاي نجيب المحيط؟ لازم اكون حافظ القوانين. محيط المستطيل ال ال زائد الدبليو الكل في اتنين، ولو عندك مكان حل تحت، لكن انا عشان ما عنديش مكان مضطر احل جنبه. يبقى كام زائد كام؟ 7 زائد 2 الكل في 2. طب اجيب الاجابه ازاي؟ نجمع القوس اولا، 7 زائد 2 9، 9 في 2 يبقى الاجابه 18، والتمييز سنتي ساده. طب لو عايز المساحه، مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض ال ال في الدبليو، يبقى 7 في 2 الإجابة هتبقى 14، وعشان مساحة سنتيمتر مربع. وهسيبك تطبق على الباقيين. تعالى كده نشوف بقى مسائل الإكمال. مساحة المستطيل المعروفة بالايه والايه عن الاريا، قانونها الطول في العرض. طب ده كاتبها بالايه، يبقى ال ال في الدبليو يا ولاد. طب مساحة المربع طول الضلع في نفسه، طب ده عايزها بالايه، يبقى الاس في الاس، صيد في صيد، طول الضلع في نفسه. مستطيل وادي طوله يا رنين، وادي عرضه، وعمه عايز المساحة. مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، 6 في 3 18، والتمييز سنتي مربع. مربع وادي طول ضلعه بالديسم، وعايز المساحة. مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، 9 في 9 ب81. إطار مستطيل بعداه، اللي مش عارف بعداه يعني الطول والعرض، وعايز المساحة. المساحة الطول في العرض، يبقى 90 في 60، ننزل الصفرين، و6 في 9 ب54. منضدة مربعة والدالك ضلعها، وعايز المساحة. مساحة المربع طول الضلع في نفسه، 2 في 2 ب4. ونيجي للمسائل اللفظية يا فوزية. في إحدى شركات الزجاج بيعملوا إيه؟ إزاز لترابيزة سفرة، طاولة طعام، وإدالك الطول وإدالك العرض، وعمه بيسأل على المساحة. نشطب كلمة ما ونكتب العنوان، مساحة قطعة الزجاج. طب الأحلى الولد الشاطر يقول مساحة المستطيل عشان يعرف يجيب القانون. مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، يبقى نضرب كام في كام؟ 8 في 6، 8 في 6 ب48. المسألة بالمتر يبقى متر. طب دي مساحة يبقى متر مربع. مزرعة نمل صغيرة وعلى شكل مستطيل، وادالك الطول والعرض، يبقى نجيب المساحة الطول في العرض زي اللي فاتت يا ولاد. حديقة مربعة وادالك الضلع بتاعها، وعايز المحيط والمساحة، يبقى نعمل ايه؟ نجيب ده لوحده وده لوحده. محيط المربع بيساوي، واكتب القانون سنة عشان ما عنديش مكان كبير، طول الضلع في 4، يبقى نضرب 9 في 4 ب36، والتمييز متر سادة. طب لو عايز مساحة المربع لازم احفظ القوانين. طول الضلع في نفسه، 9 في 9 ب81، وعشان مساحة متر برضه بس مربع. صورة مربعة وادالك ضلعها. أراد عمار شراء قطعة زجاج، وعايز مساحة الزجاج اللي على قد مين؟ الصورة. يبقى نقول إيه العنوان؟ بدل ما أقول مساحة الزجاج أقول مساحة المربع وأطلع ذكي. يغششني القانون. مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، الضلع ب8، يبقى مايا تقول 8 في 8 ب64، والتمييز بالسنتي. بس عشان مساحة لازم وحدة مربعة. اللي بعدها جميلة يا ولاد، أيهما أكبر؟ أقول له والله ما أعرف، مستطيل اللي أبعاده كذا وكذا، ولا مربع اللي طول ضلعه كذا؟ أيهما أكبر فين في المساحة؟ يبقى المسألة يا ولاد مساحات. حضرتك هتجيب هنا مساحة المستطيل الطول في العرض، وتجيب هنا مساحة المربع طول الضلع في نفسه، وترد وتقول له مين الكبير؟ دي خدنا زيها في قيم نفسك. نيجي لنمرة زين، قطعة أرض مستطيلة
ادي طولها وادي عرضها، والراجل عايز المحيط وعايز المساحة. هسيبك تحل المحيط الطول زائد العرض الكلي في 2، وتحل المساحة الطول في العرض، المحيط تمييزه متر والمساحة متر مربع. كده خلصت تدريبات الدرس، يا رب يكون بسيط وسهل بإذن الله يا ولاد.